أنا بدي أشكرك. على شو؟ تذكري أول مرة بسني عادل؟ وقتها كنا بعدنا مراهقين، وأنا بطريق الرجع على البيت طلعتيلي بالصدفة وسألتيني شو هيدا عتميك؟ أكلي توت؟ بلشت تتحققي معي، عرفت إنه أنت كنت عم بتراقبيني. ما فهمت شو جايب هالحديث هلا؟ من يومتها وأنت عم تحفريلي جوار، كل مرة بتوقعيني بجورة بطلع منها بكنز. يمكن بعد ما وصلت لك الأخبار الحلوة. أنا وعادل رح نتجوز، وهلأ رايحين على السوق لحتى أجيب جهازة. فحاجة ماطلة ببيعة الأرض، فاكرة إنه أنت هيك رح تأذينا، بعد ما بتعرفي إنه العيال اللي مرباية على المبادئ وعلى الأخلاق كل ما قطعت بأزمة بتطلع منها أقوى. فحاجة تعبي حالك على الفاضي. عايدة؟ شو المفاجأة الحلوة؟ بلشت شغل هون؟ لا عم بدرس. عن جد؟ وأنا كمان إنه يعني بدي أدرس، جيت أتسجل وقلت من بعدك إنه أنا كمان بجي على بيروت، إنه قصدي إنه شو هالحظ الحلو إنه نكون سوا بنفس الجامعة، يعني أكيد رح تدرسني شي نهار. مبروك. أنا عم بشتغل بارت تايم، يعني وقتي على قدي، بس إلا ما نظبطها. إنه 3 سنين سوا أنا، إلا ما نلتقى. شو رأيك أعزمك على فنجان قهوة؟ بعتذر، عندي صف هلا، بس إلك مني عزيمة. باي. ليلى خبرتني كل شيء. عايدة أنا خيك وكلمتي أنا اللي بدها تمشي. نزلي على بيروت ما في ورح تتجوز العريس اللي تقدم لك. أنت اللي حرضتي خي علي. أنت اللي خبرتي بنزل تاع بيروت. حرضته؟ شو هالكلمة هيدا؟ هي شغلتك أنت تحرض الناس على بعضها. ليلى انت بتعرفي شو عم تعملي؟ ليلى انت عم تدمري لي حياتي. ما فيك تكوني شريره لهالدرجه. معك حق، ما فيي، بس انت يلي حفرتي لي الحفره وفكرتي ما رح توقع فيها معي. عايدة، دايما في عداله الهيه، ما في واحد يهرب منها. هلا نحن صرنا متعادلين.